فدكوه واللي جاي يقوم تاني. اوعى تفتكروا ان احنا بعد التضحية اللي قدموها اهالي سينا هنقول متشكرين بالكلام، لا، احنا هنقول متشكرين بالاهتمام وبالعمل. الارهاب اللي كان موجود واللي كان بيعيق الحياة مش التنمية بس، الحرب بتاعت الارهاب خلصت. فالحمد لله رب العالمين اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجيش والشرطة وبفضل أيضا أبناء سيناء. نقدر نقول النهاردة أن هيبقى فيه كمية أراضي نقدر أنها تدخل للإنتاج على نهاية السنة دي إن شاء الله. أنا بكلم هنا على سيناء. لما اجتمعت القلوب، قلوب الناس، كل الناس على قلب رجل واحد، اتحلت المسألة.